عام بعد عام تتفاقم الأزمات الخدمية في محافظة السويداء، فمن الكهرباء إلى المياه وصولاً للقطاع الصحي الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في المعدات والكوادر الطبية، حيث غدت المشافي الحكومية فارغة من أطبائها بعدما آثر معظمهم السفر خارج سوريا لتأمين حياتهم، فضلاً عن خروج الكثير من الأجهزة الطبية عن الخدمة. اضطرينا نشتري الأدوات الجراحة، الشاش، الأدوات التعقيم. عملية كانت عيون للوالد، فاضطرينا نشتري كل الأدوات هذه بالمقابل أنه دكتور المختص هو اللي يعمل عملية حتى تجرى العملية وتنجح، لأنه في كثير تجارب لأشخاص بعرفهم أطباء المقيمين عملوا لنا عمليات وما تم الدفع، اضطروا ينزلوا على الشام يصححوا العملية. في مسعى لتحسين الخدمات الطبية بظل تراجع الدعم الحكومي، حاول بعض القائمين على المشفى الوطني في مدينة صلخت بريف السويداء اعتماد أجور رمزية من المراجعين مقابل الخدمات المقدمة، لكنه قرار أثار غضب الأهالي ما دفع إدارة المشفى إلى التراجع عنه. اللي معه مصاري بروح بيعمل عملية محل ما بده بأي مشفى، لكن المشافي العامة هذه للفقير، وهذه من وقت ما تأسست للفقير، فنحن ضد فكرة المصاري، ضد فكرة المادي بالمستشفيات العامة. أنا وقت ما بدي فوت على مشفى وحط مصاري أصبح في شيء اسمه بلاش، في شيء اسمه شيء مجانا، في شيء اسمه سرقة، هيك عم بصير. اليوم الطفل مدرسة بيكلف مليون ليرة لكل طفل بعد ما دخل المدرسة، بين شنتي وقدا وقدا وقدا، وين هون المجانة؟ ما في شيء اسمه مجانة. الشعب انتهى بكل وضوح، الشعب انتهى أمره. يلي عنده 3-4 طلاب وموظف على 300-400 ألف عم بيشحد كرمال يخلص أولاده، فكيف إذا فات على المشفى؟ يعطيك العافية. سوء الخدمات الطبية في المشافي التابعة لسلطة الأسد دفعت العديد من المواطنين إلى الذهاب للمشافي والعيادات الخاصة، ما زاد الأعباء المادية على المواطنين، حيث تجاوزت المعاينة في العيادات الخاصة 50,000 ليرة سورية، بينما وصلت أجور التحاليل لأكثر من 500,000 ليرة للتحاليل الشاملة.